في هذا الفيديو راح نتكلم عن فحص التكافؤ الـ Equivalence Test، واللي يمكن أن يسمى بشكل أدق بفحص الحساسية، حيث أن الفكرة الأساسية لهذا الفحص هي إيجاد حساسية الفرق بين متوسطين حسابيين عن طريق إضافة مقدار صغير للفرق ما بين المتوسطات الحسابية بشكل سلبي أو بشكل إيجابي. زي ما نتذكر بفحص تي كنا نقوم بهذا الفحص من أجل الكشف عن وجود فرق معنوي أو غير معنوي بين المتوسطات الحسابية. على سبيل المثال، إذا كان عندنا عينتين، هذه العينة الأولى وهذه هي العينة الثانية، فكنا نستخدم فحص تي للكشف عن أن الفرق ما بين المتوسط الحسابي للعينة الأولى عن المتوسط الحسابي للعينة الثانية هو فرق معنوي، بمعنى أنه كبير لدرجة أنه يمكن القول بأنه العينتين مختلفتين، أو أنه الفرق هذا غير معنوي بحيث أنه يكون هذا الفرق ما بين العينتين هو فرق صغير، وعندها يمكن القول بأنه لا يمكن الجزم بأنه العينتين مختلفتين. بفحص الـ Equivalence Test احنا بنقوم بإجراء نفس عملية فحص تي، ولكن بعدها بنقوم بإضافة مقدار صغير للفرق ما بين العينة الأولى والعينة الثانية. على سبيل المثال، إذا كان في عندنا عينتين، هذه العينة الأولى وهذه هي العينة الثانية، ثم أردنا أنه نختبر حساسية الفرق ما بين العينتين لمقدار صغير، فنقوم بالعملية على الشكل التالي. أولا نوجد المعدل الحسابي للعينة الأولى، ثم المعدل الحسابي الوسط الحسابي للعينة الثانية، بعدها نوجد الفارينس التباين للعينة الأولى والتباين للعينة الثانية، طبعا عن طريق الأمر أو الكومنت في إكسل اللي هو var.s، ثم نوجد عدد القراءات في العينة الأولى طبعا عن طريق الأمر count، وعدد القراءات في العينة الثانية count للعمود الثاني، ثم نوجد ونحسب عدد العينات اللي بنقارن ما بينها واللي هو طبعا دائما 2، نوجد عدد درجات الحرية للتجربة عن طريق انه نحسب عدد مرات اجراء التجربة في المرة الاولى، عدد مرات اجراء التجربة في عين مرة ثانية في عين ثانية ناقص 2، فهو عبارة عن 4 زائد 9 ناقص 2 ويساوي 11. الان نوجد البولد ستاندرد ديفيشن، الانحراف المعياري المجمع، باستخدام المعادلة اللي امامنا. الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي لعدد مرات إجراء التجربة الأولى ناقص 1 في التباين للتجربة الأولى، زائد عدد مرات إجراء التجربة الثانية ناقص 1 في التباين للتجربة الثانية، على عدد درجات الحرية اللي هو N1 زائد N2 ناقص 2، وهذه هي المعادلة بواسطة إكسل. الآن نفترض بأنه القيمة تبعت السنسيتيفيتي اللي بدنا نحسب بناء عليها حساسية الفرق ما بين المعدلين أو المتوسطين الحسابية، الآن نتركها صفر وبعدين نرجع نشوف كيف بدنا نستفيد منها. الآن نحسب قيمة التي فاليو اللي راح تكون عبارة عن الفرق ما بين المعدل الحسابي الأول، الوسط الحسابي الأول ناقص الوسط الحسابي الثاني، مقسوما على الانحراف المعياري المجمع البولد ستاندرد ديفيشن في الجذر التربيعي لواحد على عدد مرات إجراء التجربة الأولى، زائد 1 على عدد مرات إجراء التجربة الثانية. الآن بنضيف في الخانة الأولى بنضيف للفرق مقدار السنسيتيفيتي اللي حددناه بالقيمة هون، الآن تركناه صفر ونحسب هذا المقدار، ثم بالخانة الثانية اللي هون نحسب نفس المقدار عن طريق طرح المقدار السنسيتيفيتي،
طبعا بما انه تركنا هذا الرقم صفر معناته الخلية الاولى T value للخلية الاولى والخلية الثانية راح يكون هو نفس المقدار. اذا طلعنا مقدار T value. الان خلينا نشوف لو احنا غيرنا مقدار T value من 0 الى 0.3. اذا الان طبعا راح تتغير قيمة T value، وهذه طبعا هنا هي المعادلة في اكسل. المعادلة في اكسل للخلية الثانية هي نفس المعادلة الاولى، ولكن بدل ما كانت ناقص صارت زائد. الان هذا بيؤدي الى الان وجود قيمتين للتي فاليو. القيمة الاولى عند طرح مقدار السنسيتيفيتي، والقيمة الثانية عند إضافة مقدار هذا السنسيتيفيتي. الآن اللي مطلوب إنه نقارن ما بين القيمتين هذولا مع القيمة T الكريتيكال، واللي يجب بالأول نحددها بعد ما نعرف نحدد قيمة السيجنيفيكانس ليفل. السيجنيفيكانس ليفل بالعادة هي 5%، اللي بتعني إنه إحنا لو كررنا التجربة هاي 100 مرة راح نحصل على 95 مرة على نفس الإجابة. قيمة التي كريتيكال، قيمة التي كريتيكال أو التي الحرجة، ممكن إيجادها من إكسل عن طريق الكوماند t.inv.2t إذا كانت التجربة على تي توزيع تي من الجانبين. بعدين نحط في الخلية الأولى أو في المتغير الأول نحط مقدار السيجنيفيكانس ليفل اللي هو 5%، بعدين نحط عدد درجات الحرية، هذا بيعطينا 2.2. الآن نقارن القيمة الأولى والقيمة الثانية لـ T. إذا كانت القيمة الأولى والقيمة الثانية لـ T أقل من الـ T critical، أقل من التي كريتيكال، خلينا الآن نرجع هذا لزيرو عشان نوضح بشكل أفضل. إذا كانت القيمة التي كريتيكال، القيمة التي للتجربة الأولى والثانية أقل من تي كريتيكال، معناته إنه الفرق ما بين متوسطين حسابيين هو فرق لا معنوي، فرق صغير، ويمكن اعتبار العينتين متماثلتين. زي ما بنشوف هون هذه هي العينة الأولى، هذا هو التوزيع الطبيعي للعينة الأولى، وهذا هو المتوسط الحسابي إلها، وهذا هو العينة الثانية، وهذا هو المتوسط الحسابي إلها. أنا قمت برسم الحدود اللي مسموحة للعينة الأولى بحيث يمكن اعتبار الفرق ما بين العينتين هذا وهذا طالما هم وقعوا ما بين الحد الأدنى والحد الأعلى، معناته الفرق ما زال مسموح فيه، ويمكن اعتبار العينتين متماثلتين. الآن خلينا نشوف لو احنا أضفنا بدنا نفحص الفرق ما بين العينتين مع إضافة مقدار مثلا 0.1، مقدار صغير جدا. الآن اللي راح يصير بأنه الآن هذا الشكل اللي هون راح يبين لنا مقدار الفرق ما بين العينة الأولى والعينة الثانية بعد تحريك العينة الثانية أقرب إلى العينة الأولى بمقدار دي. والشكل الثاني اللي هون هو عبارة عن نفس الشكل الأول مع تحريك العينة الثانية إلى اليمين، يعني بشكل موجب إلى اليمين بنفس مقدار دي. هنرجع هون عشان تلاحظوها مرة ثانية، لأن هذا الصفر. لاحظ إنه هذه العينة الأولى وهذه العينة الثانية، وهنا هذا نفس الشكل بالضبط. الآن لما نضيف هون مثلاً 0.2 راح نشوف إنه هذا المقدار، هذا المنحنى راح يتحرك إلى اليمين بمقدار 0.2، وهذا المنحنى راح يتحرك إلى هذا راح يتحرك إلى اليسار بمقدار 0.2، وهذا راح يتحرك إلى اليمين بمقدار 0.2. إذا بقيوا
المتوسطين الحسابيين داخل الحدود اللي مبينة أمامها، معناته الفرق ما بين المتوسطات الحسابية هذه غير حساس لهذا المقدار. إذا واحد من هذه المتوسطات خرج عن أحد الحدود، معنى هذا إنه المتوسطات الحسابية حساسة لهذا التغيير، وبتخرج طبعا النتائج من القيم المعنوية إلى من المجال المعنوي إلى المجال غير المعنوي أو بالعكس. لأن حطينا بوينت 2 نشوف شو راح يصير. لاحظ لأن هذا دخل إلى اليسار ويتحرك إلى اليمين، لكن ما زال المتوسطين الحسابيين داخل الحدود في التجربتين، معناته means are still equivalent والمتوسطات الحسابية غير حساسة لهذا التغيير اللي بمقدار 0.2. هنزيد هذا المقدار نعمله 0.3. ما زالت النتائج معناته بتدل على انه التجربة تستحمل تغيير بمقدار 0.3. خلينا نعطي 0.5. لأنه ما عطينا 0.5 لاحظوا انه طبعا اقترب المنحنى الثاني من المنحنى الاول في الرسم الاول في المخطط الاول، والمخطط الثاني ابتعد، وهذا بدل على انه التجربة هذه حساسة لتغيير بمقدار 0.5. اذا لو غيرنا القراءات في العينة الاولى او في العينة الثانية غيرناها بحيث انه زاد الفرق عن 0.5، راح تتغير النتائج وراح تصبح انه العينات والفروقات في المتوسط الحساب ما بين العينات يتحول من insignificant اي غير معنوي الى فروقات معنوية. اذا الحد الاقصى اللي بنيت نستنتجه الان من هذا الفحص انه نتحرك بحد اقصى قيمة اقل من 0.5، ممكن نشوفها بشكل ادق، ممكن نضيف 0.45 مثلا. ما زال 0.45 بخرجنا، 0.42 ما زال بخرجنا، 0.41 ما زال بخرجنا، 0.4 أيضا، 0.35. إذا 0.35 الآن تقريبا تطابق الخط 0.35 مع الحد اللي هون، وهذا هو أكبر حد، أكبر مجال ممكن إنه نغير فيه في القراءات. الآن من غير الجرافس هاي ممكن الواحد يحسب فقط إنه يقارن ما بين التي فاليو الأولى والتي فاليو الثانية اللي تم حسابها مرة بإضافة مرة بطرح مقدار دي هذا المقدار ومرة بإضافته، ومقارنة هذول القيمتين مع قيمة التي كريتيكال. إذا كانوا القيمتين أقل من القيمتين أقل من تي كريتيكال، معناته القيم الفرق ما بينها معنويا صغير جدا، بحيث انه لا يمكن الجزم بانه بوجود اختلاف ما بين النتيجتين. في الطريقة الثانية انه نحسب البي فاليو، البي فاليو بدلا من التي كريتيكال بنحسبها عن طريق الكوماند تي دوت اي DIST T distribution 2T. بعدين نحط القيمة الأولى اللي هي قيمة T value اللي حسبناها هنا مع degrees of freedom اللي هي 11. وهنا للخية الثانية نفس الكوماند بس T value، نحط T value الأخرى. إذا كانوا القيمتين هذول أكبر من ال significance level، معنى هذا انه سواء كانوا القيمتين اكبر او واحدة منهم اكبر، معناته means are equivalent and not sensitive لل D value. الاسهل انا افضل اللي هو ال T value، هذا T value مع ال T critical اسهل واوضح في الرسم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.